خطف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الأنظار، خاصة بعدما ظهر بساعة فاخرة مرصعة بالألماس الأبيض والزمرد. لك ما عيب عليك تحكي عن الرجال، الرجال كله شرف، نزاهة، أمانة، وفاء، محبة، تفاني، تهاني، سعاد. وأشارت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن الساعة التي ارتداها اللاعب البرتغالي تبلغ قيمتها 1.5 مليون دولار. ما سمعتك عيدي. تبلغ قيمتها 1.5 مليون دولار. يطلع له بيطلع له إن شاء الله، ألف مبروك. ويذكر أنه من المعروف عن النجم البرتغالي عشقه اقتناء الإكسسوارات الثمينة. اللي تعقل اللي تعقل. لك ما فهني اخبار المخ له. الله طعم المصاري بس ما طعم المخ. يا حرام. التنافس. هي بس التنافس. دايما شابين نفس الوقت.